ازيك يا سنه؟ اقول عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي كلكم. هناخد النهارده مع بعض الدرس 117 و118، هناخد فيهم طرح رقمين من رقمين بالطريقه الافقيه وبالطريقه الراسيه. هنبدا مع بعض بالطريقه الراسيه وبعدين ناخد الطريقه الافقيه. طيب يلا بينا اما نشوف هنطرح ازاي. احنا خدناهم طبعا مع بعض قبل كده بس هناخدهم تاني. طيب يلا بينا نشوف اول مسألة معنا. اول مسألة بتقول ايه؟ 48 ناقص 18 هو نفس طريقة الجمع بالضبط. ازاي نفس الطريقة؟ في ان انا بطرح احد من احد وعشرات من عشرات. في الجمع كنت بجمع احد مع احد وعشرات مع عشرات. طيب يلا بينا نبدأ اول مثال معنا. 8 ناقص 8. طب تعالى من الاول نحط خط تحت الاحد بتاعتي. طيب 8 ناقص 8 يعني انت لو معاك دلوقتي 8 تفاحات وبعد كده انا خدت منك ال 8 تفاحات دول، هيفضل معاك ايه؟ ولا حاجة خالص، يعني صفر. طيب بعد كده اطرح بقى العشرات من العشرات. 4 ناقص 1 الطرح بعمل ايه؟ بحط مين في دماغي؟ صغير. بحط مين في دماغي؟ الصغير، وعد على ايدي لحد ما اوصل للكبير. طيب احط الواحد في دماغي، بعد الواحد 2 3 4. طلعت كام صابع؟ 3. برافو، يبقى الناتج 3. يبقى الناتج الكلي بتاعي كام؟ 30. طب يلا بينا المسألة اللي بعدها. 56 ناقص 32 احاد من احاد وعشرات من عشرات. الستة لما اطرح منها 2 هعمل ايه؟ احط مين في دماغي؟ احط الاتنين في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للستة. طيب بعد الاتنين 3 4 5 6 طلعت كم صابع؟ 4. برافو. طيب بعد كده 5 ناقص 3 احط مين في دماغي؟ الصغير. احط التلاتة في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للكبير اللي هو الخمسة. بعد التلاتة 4 5 طلعت كام صابع؟ 2. برافو، يبقى الناتج بتاعي 24. يلا بينا اللي بعده. 29 ناقص 13 9 ناقص 3 احط التلاتة في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للتسعة. طب يلا بينا كده. بعد التلاتة 4 5 6 7 8 9 كده طلعت كام صابع يا مس؟ كام كام؟ 6. يبقى 9 ناقص 3 كام؟ 6. طيب بعد كده 2 ناقص 1 دي سهلة بقى. 2 ناقص 1 1. برافو، الناتج بتاعي 16. يلا بينا المسألة اللي بعدها. 8 ناقص 2 احط الاتنين في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للكبير اللي هو التمانية. بعد الاتنين 3 4 5 6 7 8 طلعت كام صابع؟ 6. طيب يلا اللي بعدها. 7 ناقص 6 احط مين في دماغي؟ الصغير اللي هو مين؟ الستة، وعد على ايدي لحد ما اوصل للسبعة. بعد الستة 7. ايه ده؟ طلعت 7 واحد بس. طيب يبقى 1. يبقى الناتج بتاعي 16. يلا اخر مسألة. 7 ناقص 1 احط مين في دماغي؟ الواحد، وعد على ايدي لحد ما اوصل للسبعة. طيب بعد الواحد 2 3 4 5 6 7 ايه ده كم صابع؟ 6. طيب تعالى ما نشوف اللي بعدها. 6 ناقص 5 احط مين في دماغي؟ الصغير اللي هو الخمسة، وعد على ايدي لحد ما اوصل للكبير اللي هو الستة. بعد الخمسة 6 طلعت كام صابع؟ واحد بس، بالناتج 16. طيب كده نكون خلصنا الأسئلة اللي معانا في الدرس 117. تعالوا ما نشوف أسئلة الدرس 118. طيب يلا بينا نكمل مع بعض الدرس 118 برضو طرح بس بالطريقة الأفقية. طب يلا بينا. اول سؤال بيقول لي 76 ناقص 53. طيب بس عشان ما نتلخبطش
احنا قلنا نحط خط تحت الاحد عشان نعرف احنا بنطرح ايه من ايه. اهو حطيت خط، في خط صغنون اهو، معلش حطيت خط تحت الاحد. 6 ناقص 3، هحط الـ3 في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للكبير اللي هو 6. بعد الـ3 4 5 6، يبقى 6 ناقص 3 كام؟ 3. طيب بعد كده الـ10 بقى، 7 ناقص 5، هحط الـ5 في دماغي. بعد الـ5 6 7، طلعت كام صوابع؟ 2. برافو، يبقى الناتج 23. طب يلا اللي بعده، حط خط تحت الأحاد. طيب بيقول لي 8 ناقص 8، لسه حلينها مع بعض. 8 ناقص 8 ايه؟ 0. طيب بعد كده 7 ناقص 2، هحط الـ2 في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للـ7. بعد الـ2 3 4 5 6 7، طلعت كام صوابع؟ 5. برافو، ايه دي الـ5، يبقى الناتج بتاعي كام؟ 50. طب يلا اللي بعده، 37 ناقص 16، حط خط اهو تحت الاحاد. طب يلا بينا بقى نطرح، 7 ناقص 6، حط الـ6 في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للكبير اللي هو 7. بعد الـ6 7، طلعت كام صوابع؟ 1 بس. طيب يبقى انا هكتب 1. طيب بعد كده الـ10 بقى، 3 ناقص 1، احط الـ1 في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للكبير اللي هو 3. بعد الـ1 2 3، طلعت كام صوابع؟ 2. طيب يبقى الناتج بتاعي كام؟ 21. يلا اللي بعدها، 98 ناقص 54، يلا نحط خط تحت الأحاد اهو. يلا بينا نطرح، 8 ناقص 4، احط الـ4 في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للـ8. بعد الـ4 5 6 7 8، طلعت كام صوابع يا مس؟ كام صوابع؟ 4. برافو، 4. طيب يلا نطرح الـ10، 9 ناقص 5، احط الـ5 في دماغي وعد على ايدي لحد ما اوصل للـ9. بعد الـ5 6 7 8 9، كام صوابع؟ 4. هكتب 4، يبقى الناتج بتاعي 44. كام يا سنة أولى؟ 44. يلا بينا اللي بعدها، آخر واحدة معانا، 48 ناقص 32، أحط خط تحت الأحاد. طب يلا بينا نطرح، 8 ناقص 2، أحط الـ2 في دماغي وعد على إيدي لحد ما أوصل للكبير اللي هو كام؟ 8. برافو. بعد الـ2 3 4 5 6 7 8، كم صوابع يا سنة أولى؟ 6. برافو، أكتب 6. طيب بعد كده 4 ناقص 3، أحط الـ3 في دماغي وعد بعد الـ3 4، إيه ده؟ 7 1 بس، أكتب 1، يبقى الناتج بتاعي 16. وبكده نكون خلصنا يا سنة أولى دروس النهاردة. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله في دروس جديدة.